مباراة اكتست طابع الديربي بين مولودية الجزائر وضيفه أمل الأربعاء، اللذان دخل اللقاء بهدف الفوز الالتحاقي أكثر بكوكبة المقدمة. المرحلة الأولى عرفت صراع كبير عكسته عدة محاولات من الطرفين. أول فرصة للتسجيل جاءت من كرة ثابتة للأمل وجميلي ينقذ الموقف. بعدها المولودية وفي وقت مبكر حاولت التسجيل بضربة جزاء، لكن مغالطة الحكم كلفت والي بطاقة صفراء. وفي الدقيقة 19 المولودية تسجل هدف من كرة ثابتة بواسطة حشود ألغاه الحكم بالنوزة بعد إشارة من مساعده إلى وضعية التسلل ولمس الكرة من طرف أحد لاعبي المولودية قبل دخولها المرمى. وحتى اللقطة بالعرض البطيء لم تحدد شرعية الهدف من عدمه. الجدل تواصل مع الحكم المساعد لكن لم تأتي بالفائدة للاعبي المولودية. ليتواصل اللعب وبحث لاعبي الأمل عن الحلول للتسجيل بكرة حروش وجميل يبعد الكرة إلى الركنية. في الدقيقة 26 المولودية تتحرر بإعلان الحكم عن ضربة جزاء بعد عمل من يحيى الشريف داخل منطقة الجزاء، نفذها حشود بعد ذلك وقرر يتصدى في الأولى ويفشل في الثانية بعد متابعة جيدة من نفس اللاعب حشود. بقيت فترات الشوط الأول لم تأتي بالجديد لتنتهي المرحلة الأولى بتفوق مولودية الجزائر بهدف دون رد. في المرحلة الثانية العميد يبادر بالهجوم بواسطة يحيى شريف الذي يضيع على مرتين، وخاصة في هذه اللقطة أين فعل كل شيء إلا التسجيل. بعدها محاولة من الأمل لتعديل النتيجة، رأسية مكلوش لم تأتي بالجديد. بالمقابل محاولة من طرف أصحاب الضيافة والدفاع المولودية يتألق مرة ثانية بواسطة حشود الذي يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 63 بكرة انفرد بها على الجهة اليمنى ويتفوق على الحارس قرا. هدف المولودية عقد من مهمة رفقاء شرفاوي للعودة في النتيجة، وخاصة بتضييعهم فرصة تقليص الفارق من ضربة جزاء فشل حروش في إسكانها المرمى. ورغم تغييرات شريف الوزاني لم تتغير النتيجة. يتواصل اللاعب بمحاولات من الطرفين ودفاع المولودية دائما ينوب عن الهجوم في خلق فرص التسجيل. هذه المرة زغدان في محاولتين كاد أن يضيف الهدف الثالث لكن دون جديد. ينتهي اللقاء بتفوق خبرة مولودية الجزائر على أمل الأربعاء بهدفين دون رد. المهم الفوز، كنا مولين على المقابلة، اللاعب طبقوا كل ما طلبنا منهم، أعطينا فرصة للاعبين واحد آخرين. المهم أن فزنا ضد فريق اللي كانت عنده إن كرون ديناميك دون لو جو. الأربعة فيليسيت الأربعة فنطلبوا من ليكيب. الخبرة لعبت دور اليوم، دونك هذه النتيجة زعما لمسية بصحتهم، إلمينيت لا فيكتوار تاعهم. بالك تاني كي عطينا البينالتي هذا كنا قاعدين نولوا في المقابلة. دوماج الفوتبول هذا هو.